الله. أخوكم الحسين عبد العال، عضو من أعضاء الجماعة الإسلامية أيضا. في البداية أحب أن أنا أكد، الجماعة الإسلامية لم تكن جماعة صدامية مسلحة كما يظن البعض. الكل يعلم أن الإعلام الفاسد أو الإعلام السابق، إعلام الحكومة السابقة، كان إعلام مزور، وأظن أن الجميع متفق على أنه لا تؤخذ منه، يعني لا يؤخذ منه خبر ولا يؤخذ منه تعليق، لأنه كان يقلب الحقائق. الجماعة الإسلامية دخلت في صدام مع النظام السابق، وربما هذا يحسب لها اليوم لا يحسب عليه. ولكن دخولها مع الصدام مع النظام السابق لم يكن بإرادة منها، يعني ما كانش هي القاصدة الدخول في صدام مسلح. الجماعة لما قامت على جماعة دعوية بحتة تدعو لتغيير النظام، نعم، ولكن بالطرق السلمية. وأنا ربما أسجل أن الجماعة ظلت منذ عام 82 لغاية عام 92، يعني 10 سنوات كاملة، قتل منها على أيدي النظام السابق أكثر من 29 واحد في أيام زكي بدر وعبد الحليم موسى، ولم تطلق الجماعة الإسلامية طلقة رصاص واحدة. حتى اضطرت الجماعة الإسلامية للدخول في الصدام مع النظام السابق لعدة أسباب، يعني إن كان الوقت لا يسمح لذكرها، إلا أنني أقول على السريع، لو أن واحدا منكم كان مكان أي فرد من أبناء الجماعة الإسلامية وهو يعلم أنه سيقبض عليه ثم يؤخذ إلى قسم الشرطة، ثم يؤخذ من قسم الشرطة إلى أي مكان آخر في الصحراء أو في الزراعات ويقتل ويدعى عليه أنه كان من الجناح العسكري، لا شك أن أي واحد منكم لو قلت له ماذا سيفعل سيقول سأدافع عن نفسي. إذن فأبناء الجماعة قاموا من بداية الدخول في صدام عظام للدفاع عن أنفسهم مما كان يحدث تجاه الجماعة الإسلامية في بداية الموضوع. والذي يشهد على ذلك أن الجماعة بدأت في مبادراتها لمنع العنف منذ عام 92. الشيخ الشعراوي الله يرحمه والشيخ الغزالي ربما يوم القيامة يعني يسمعانكم هذه الكلمات، لأنهم كانوا شاهدين على حضورهم لهذا الأمر وتواصلوا مع مشايخ الجماعة بالسجون، ووجدوا انطباع من مشايخ الجماعة لمنع الصدام في بدايته، ولكن طبعا وجدوا صدودا شديدا من وزارة الداخلية. أنا أحد الشهود على هذه المسألة، بأني عام 92 دخلت في مبادرة لمنع العنف من الخارج، واتصلت بأمن الدولة عن طريق عبد المحسن صالح مسؤول الحزب الوطني في أسيوط، واتفقنا على أننا سنمنع هذا النظام، هذا الصدام، بمرور على أعضاء الجماعة الإسلامية في الزراعات بتصريح من أمن الدولة، بس شريطة أن هم يفرجوا عن المعتقلين. لم يكن لنا أي شرط إلا الإفراج عن الذين اعتقلوهم ظلما. وفوجئ في اليوم التالي للاتفاق، بعد أن وعدوني بإعطاء سيارة، في اليوم التاني للاتفاق تم القبض علي، بل وتعذيب تعذيب شديد على أني دخلت في الاتفاق. إذن فالمسألة لم تكن بداية من الجماعة، لأنما كانت من النظام. وانتهى الامر لاعلان الجماعه لمبادره وقف العنف لمصلحه الشعب ولمصلحه مصر ولمصلحه الاسلام، لا لمصلحه مبارك ولا لمصلحه نظام مبارك، بل كانت الجماعه مستعده ان تضحي بارواحها جميعا مقابل الانتهاء من نظام مبارك، انما رات ان هذا الصدام صدام لا ياتي بخير، فعادت اليه لاجل مصلحه الشعب المصري. مش عايز اطول في هذه المساله، عايز اقول ان الجماعه اعلنت اعلان كبير انها لا سبيل للوصول لاي هدف الا بالحوار مع اي قوه من القوى. وان كنا قد اوقفنا الصدام مع نظام مبارك الذي لا يختلف اثنان على معارضته، الا انني اقول فكيف ندعو لصدام مع غيره؟ كيف ندعو لصدام مع فصيل اخر او مع مجموعه اخرى او مع حزب اخر او مع يعني مجموعه قليله كانت او كثيره من الناس، كيف ندعو لصدام مع من ابناء الشعب المصري؟ بل من اي ابناء العالم، من العالم باسره. نحن كما قلنا طلقنا العنف وطلقنا حمل السلاح الا على الحدود المصرية دفاعا عن الأرض المصرية ممن يعتدي عليه. دي مسألة منتهية ومسألة إيه؟ مسألة ثابتة. اتفقنا طبعا مع القوى الإسلامية الأخرى، ولا أريد أن أقول القوى الإسلامية الأخرى، أن اتفقنا مع إرادة الشعب، لأن الجمعة القادمة ليست جمعة القوى الإسلامية فقط، إنما هي جمعة إرادة الشعب. وأنا كنت مع بعض ائتلافات الثورة الذين يعتصم، منهم من يعتصم في الميدان منذ 3 أيام في مؤتمر اللجنة التنسيقية، وتحدثت معهم على أننا سنأتي للجمعة القادمة لا للصدام معكم، وإنما جئنا لنقف معكم في الميدان. وهم بأنفسهم اعترفوا لي أن الميدان لا شك أنهم مع وجودهم في الميدان، إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة على الميدان، لأن هناك من يوجد في الميدان خارج عن القانون.
ودخل الميدان بحجة طبعا أن الميدان أصبح مكان مقدس لا تستطيع الشرطة دخول الميدان، وهذا شيء من الخطأ الشنيع. فأتى للميدان المكان المقدس واستطاع أن يفعل أشياء يعني خارج عن القانون، واستطاع أن يفعل أشياء لا يرضى فيها الشعب المصري عامة من البلطجة وغيرها، وهذا ثابت بكلام السوار ليس بكلامنا. يعني لما احنا بنتكلم نقول أن الميدان فيه بلطجية مش معنى كده أن كل السوار بلطجية، لا، في شرفاء وفي أناس هناك لا نزايد على وطنيتهم ولا نزايد على احترامهم ولا نزايد على أنهم ثوار حقيقيين، ولكن هؤلاء أقول لهم نصيحة وقلتها للشباب يومها، هناك قاعدة في الفقه الإسلامي تقول إن لم تستطع إزالة المنكر فزول أنت عن المنكر حتى لا يحسب عليك. إذا كان في مكان في منكر وأنت مش تستطيع تزيل هذا المنكر يبقى ما تجلسش، لا تجلس في مكان فيه منكر. أقول لهم أنتم جئتم لمطالب معينة لتحقيقها من الثورة وتطالبون، ونحن معكم في هذه المطالب. المحاكمات نحن أولى الناس بالمطالب، المحاكمات نحن لا نعارض، نحن أولى الناس الجماعة لتطالب المحاكمات، ولكن نقول أن هناك فقه أولويات لابد أن نتبعه. إن لم نتبع فقه الأولويات ضعنا وضعت البلد. إذا كانت عندي استقرار البلد بنقطة مهمة، وإذا كان عندي المحاكمات نقطة مهمة، ولكن أين الأهم منهما؟ الأهم استقرار البلد ولا الأهم المحاكمات؟ أن أتخذ وسيلة المحاكمات أو ذريعة المحاكمات لأن أصل بها إلى الفوضى فهذا لا شك أنه خطأ شنيع. أنا أقول أريد الاستقرار لتتم الانتخابات أولا. الانتخابات تأتي لي بمجلس شعب منتخب، تأتي بمجلس شورى منتخب، تأتي بحكومة منتخبة، تأتي برئيس منتخب. نعم أنا بكلمك في القضاء السيء، لا مش وضع البلد ككل، من دي قضيتي الأسئلة الناس عشان تفهم. أستاذ خلينا في الجماعة الإسلامية موقفها إيه من الجماعة القادمة؟ طيب أنا بقول أنا ليه نازل الميدان عشان خطر كده، عشان أقول للناس إن المسألة إن أنا عايز الانتخابات أولا، يبقى نازل عشان أقول الانتخابات أولا قبل أي شيء لتستقر البلد. ومع هذا لا أمانع، بل أنا مع المحاكمات ومع كل ما تنادي به الثورة من أول يوم 25 يناير، ولكن الأولوية إيه؟ الأولوية الأخ تحدث على أن لابد أن نحن كلكم تفقتم عن نخشى على أن يتحكم المجلس العسكري في البلد. هذه حقيقة. ما الذي يوصل المجلس العسكري للتحكم في البلد؟ تعطيل الانتخابات هو الذي سيوصله للحكم. ظهور فوضى، كلمة ظهور فوضى، الجمعة القادمة ليست جمعة فوضى، بل الجمعة القادمة ما قامت في الأساس إلا لمنع ما يحدث من الفوضى. الفوضى هي ما هي الفوضى؟ الفوضى أن تخرج مجموعة تدعي أنها من الثوار فتخرج للمناوشات مع 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 الجيش في الإسكندرية ويقبض على ثلاثة منهم ويحقق معهم الآن. الفوضى هي أن يأتي أناس يهددون بغلق قناة السويس. الفوضى هي أن يأتي أناس يقتحمون الأمن الوطني في السويس. الفوضى هي أن يأتي أناس ويغلقون مجمع التحرير، المجمع الحيوي في البلد، وهم يعلمون ذلك ويغلقونه يوم أو اثنين أو ثلاثة. الفوضى أن يمنع ميدان التحرير. حضرتك احنا بس احنا جايين مش عشان نعم عايز اقول لك احنا عايزين هنعمل ايه احنا عايزين مساحه من ده كلام سيء. ما انا عايز ابين لك ايه اسباب نزولنا. احنا يبقى احنا نازلين ليه؟ نازلين علشان خاطر نقف مع من في ميدان التحرير، نعم لتطهير ميدان التحرير، معهم مش داخلين ضدهم، لا داخلين معهم داخل البلد. نقول نعم معهم لتطهير للميدان وتطهير البلد بس. نعم اقول تطهير الميدان من ماذا؟ نعم في فرق بينك انت بتكلمني انا انا بكلم المصري كلها. انت بتطرح رؤيه يعني بتقول كلمه نازل اطهر للميدان تطهير. انا بقول الميدان يشوف اقول لحضرتك مش قلت نازل اطهر الميدان، قلت نازل مع مين؟ مع الثوار الحقيقيين الموجودين في الميدان. سيدي تقدر تفرق الثوار الحقيقيين من غيرهم في الميدان؟ اقدر افرقهم لما ياتي. اقول لحضرتك لما ياتي انا في الميدان، لما انا في الميدان اشاهد انسان يبيع المخدرات. انت حضرتك دلوقتي بتناقض كلام الاخ السابق. لما هو ما كلام الاخ السابق؟ انت دلوقتي تقول انت هتدخل تضرب مين في الميدان؟ انا مش هضرب، انا قلت هضرب تهرب المخدرات. اقول اسمعني بس، هقول حضرتك الثوره منذ قامت يوم 25 يناير الثورة منذ قامت من 25 يناير، وأنا فيها من يوم 29 يناير ردا على الأخ اللي قال الجماعة ما نزلتش. الثورة منذ قامت من 25 يناير إلى الآن لغاية النهاردة ميدان التحرير هل كان في إنسان بيستطيع أن يتعاطى في مخدرات؟ يسب الدين مثلا النهارده يسب الدين يا سيدي. اسمعني تعاطي المخدرات. اسمعني يبقى انا نازل الميدان، مين الذي يريد الفوضى؟ هو اللي يجي يعتدي عليا. انا نازل الميدان، الميدان ملك. انا ما اتكلم لحضرتك. لا اكمل فكرتي. انا هكمل فكرتي. انا نازل التحرير، انا اريد الفوضى متى؟ لما ادخل اضرب واحد في التحرير يبقى انا عايز فوضى. انما الميدان لما ادخل اضرب واحد يبقى انا عايز فوضى. انا مش هعمل كده.
انما هل ميدان التحرير ملك لمن هم هناك ولا ملك للمصريين كلهم؟ ملك المصريين. يبقى احنا رايحين عشان نقف مع من في ميدان التحرير نطالب بالمطالب الحقيقيه للثوره بس، لكن ما الشعب اللي في الميدان ماليش دعوه بيهم طبعا. انا قلت كده، اعلنت كده، وفي ويمكن مش اول مره انا خرجت على كذا قناه فضائيه وقلت الكلام ده، ان احنا رايحين عشان نقف مع من في ميدان التحرير. وقالوا لي طب هيعتدوا عليك بالنص. قالوا طب هيعتدوا عليك. قلت يعتدوا علي ليه؟ ليس هناك سائر يعتدي على سائر. يعتدوا علي ليه؟ قال هتعمل ايه لو اعتدوا علي؟ قلت هعمل لو اعتدوا علي هجتمع وهمسكهم وسلم المجلس العسكري. هي دي الوسيله ولا انت عايز وسيله غير كده؟ من يريد ان يعتدي علي ساقبض عليه واسلمه المجلس العسكري بتهمه انه بلطجي يريد ان يعتدي على الصور. كده هتبقى معركه. من مين؟ انا اللي بداتها ولا هو؟ انا رايح انزل. انا اتفق ان مفيش حد، ان الناس كلها نازله مش عشان تعتدي على بعض، انا عايز عشان اتعمق في نص دقيقه بس. لا اصل الاخ بيقول لي هتبقى معركه كل الناس. يعني طب سيدي يعني خلاص بقى كلام بعد اذنك 20 وقت اتفضل كده. هتقول لك ماشي ثلاث كده في الجماعه نرجع للمشروع انت عايز.